حملوا وصفاتهم الطبية ليجولوا بها على الصيدليات. وجوههم متعبة وقواهم منهكة، آملين أن يحصلوا على أدوية ضرورية لهم ولذويهم، ولكن بلا جدوى. فالأدوية في لبنان أصبحت مفقودة بشكل شبه كلي. نحن الصبح ما فتش، وإذا ما لقيت هيدي الإبرة يمكن يصير دخول مستشفى. وحتى إذا دخلنا مستشفى عاد لاقي محل، لأنه اليوم رأت على المستشفى الصبح ما في محل للأطفال عمر سنتين. مش معقول؟ شو هيدا الوضع؟ عن جد ببكي. بس بنادول، والماما كده قالت لي شيء عن الحماية للمعدة ما في. غير أنه الأسعار كلها مش دوبلت، تربلت. وبعدنا ما عم نلاقي دواء، هلا مثلا ما لقيت، ما عم نبش، بدنا نشوف شو بدنا نعمل. هذا الرجل يبحث عن لائحة طويلة من الدواء مع زوجته من دون أن ينجح في تأمينها. في معي أنا رشتتين، وحدة لقلي وحدة لمدامتي. أنا موصوف دواء للقلب، في شيء للضغط، في شيء للعضلات. برمت أكثر من 20 صيدلية ما في ولا أي دواء، فنحن الله يعيننا يعني عن جد حرام، الشعب اللبناني ما بيستاهل هالشيء. تعبونا كتير مرة دول. طالت الأزمة الاقتصادية والمالية كل شيء في لبنان، وها هو الانهيار يضع يده على القطاع الصحي. فالأدوية فقدت واختفت بسبب ارتفاع أسعار استيرادها، وبسبب تهريبها وتخزينها واحتكارها، يضاف إليها سوء إدارة الأزمة وتقاعس المسؤولين وفشلهم في حلها. بالنسبة لأزمة الدواء أكيد كتير كبيرة، وكبيرة أكتر من الواحد بيتصور. يعني الأدوية مفقودة، ما عم نستلم أدوية. الأدوية الأساسية صارت معظمها ما بقى موجود، حتى البدائل اللي كانت موجودة كمان بطل في منها، أو ما صار في منها شيء كتير قليل. يعني هي مأساة تكبر يوميا وتصيب اللبنانيين، ففقدان الدواء بحسب كثيرين سيقود إلى كارثة جديدة غير مسبوقة في البلاد. رحلة اللبنانيين اليومية للتفتيش عن دواء في الصيدليات تبدو طويلة ومضنية، تماما كما المعاناة في التعامل مع باقي القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد. إلا أن الانهيار الحاصل يطال كل جوانب الحياة، حيث بات الحصول على حبة دواء واحدة يعتبر إنجازا بحد ذاته. سلمان عندالي، سكاي نيوز عربية، بيروت.